بإذن الله رب العالمين يفخر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما نحن قاعدين نقول الناس قاعدين يقولوا لنا انتم ليه بتقولوا براونا يا رسول الله؟ في ناس بيقولوا يا اخي براونا يا رسول الله دي شرك استغاثه ونداء. احنا قاعدين نقول لهم براونا يا رسول الله دي القصد مننا نحن نجي يوم القيامه برانا اهل البراء ابن مالك. نجي يوم القيامه اهل البراء ابن مالك برانا باذن الله عز وجل. الله نقف صف واحد ونرفع تمام لدينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم نحن اهل البراء ابن مالك يا رسول الله. نقول لهم نحن اهل البراء ابن مالك يا رسول الله. ان شاء الله تعالى نعز الدين في البلد دي وفي الكره الارضيه دي كلها باذن الله. ابو 10 يا اخوانا. ابو 10 على دينكم يا جماعه. البلد دي بيحرسوها شبابها. البلد دي بتحرسها سواعدكم انتم ان شاء الله تعالى. كلنا مع بعض بكل اشكالنا وبكل الواننا وبكل افكارنا وبكل افهامنا وبكل تباين وران من حس البلد دي نحن مع بعض ان شاء الله.